اللي قبلك قاودها لاحظت انك وخرت عنها، فمع الوقت بدها تتجرأ تقول بدل ما اهرب عنه خل اهرب باتجاهه بيوخر عني، ويصبح مع الوقت طبيعي هجوم زي الخيل اللي تهجم. اساس الفكره هروب ثم تحول مع الوقت الى هجوم، لا يوجد حصان طبيعته يهجم من الطريق من غريزه الهروب. اذا الحصان تطبع على الشيء هذا لابد بالجود يعرف انك توقفه بسهوله وترجع للخلف بسهوله. كذا قاعده، اي حصان ما تقدر توقفه بالطرف اصبعك الصغير وترجع ورا بسهوله تتواجه مشاكل معه في الجود ان اراد. كثير من الخيل يسلك لك مركوبك خطا وراسه صبه، بس خلاقه جيده وما هي طبع، لكن لو نوى حاسك. لازم الحصان توقفه بسهوله، مجرد انت تمشي جنبه تلتفت عليه يوقف، تلتفت عليه يرجع ورا. ان لم تحصل على هذه الدرجه من التحكم طبيعي جدا ان الحصان لو نوى يسوي شيء زي الخوف والانطلاق او زي في الوضع هذا الضرب والرفس سيستطيع. فلا بد تعلمها ان الوقوف والرجوع بيدي متى ما اردت بالذات حول الخيل. مع الوقت تقول كل ما حاولت تضربه وتقمص بواكبها مواكبه صحيحه بتعامل معها صحيح بتوقف وترجع ورا بدون ضرب بدون جلب بدون شيء. حاولت تضرب نصيتها دقت ريوس 10 خطوات، حاولت تضرب نصيتها دقت ريوس 20 خطوه، فعاقبتها بشيء ايجابي فادها وفادني بدون اي ضرر بدون اي ضرب. فتختار هي عدم الضرب، ما ابغاها ما تبغى تضرب، ما ابغاها ما تضرب، ابغاها ما تبغى تضرب، ابغى يعني باختيارها تختار عدم الهجوم وعدم الضرب. ولن تفعل هذا الشيء الا اذا عرفت ان تحكمك باعصابها توازنها وليس بالناحيه الجسديه انك تؤذيها او تضربها. مع انك لو ضربتها ان ضربتك نقطه اخرى، ممكن لما الحصان يحاول يهاجم عليك وتحاول تهاجم عليه وتطقه، هذا نوع من المعامله مثل عادي. الحصان ما عنده مشكله انك تضرب انه ضربك، لكن مش الحصان عنده مشكله انك تضربه بدون سبب. لكن اساس الفكره ليش هجم هو؟ ليش الحصان قرر يهجم؟ لان في خطا في الجود وليس من الحصان نفسه. كذلك اللفات، كثر اللفات عليها وانت واقف جود، كثر لفات دوائر محلها، ثلاث اربع لفات يمين، ثلاث اربع لفات يسار، اي شيء تسوي يمين سوي يسار. كل ما حسيت انك تضرب يدها او تسقط كم لفه وقوف ورجوع للخلف. طبعا في وضعك قد تكون عندك ما عندك دقه وقوف بسهوله ورجوع للخلف بسهوله، نقطه اخرى كثر اللفات واجل موضوع الوقوف والرجوع. في وضعي انا اي حصان في مشكله في الجود لابد تكثيف الوقوف والرجوع للخلف واللفات بشكل ممل، لدرجه ان الحصان يصير زي ما قلت لك بطرف اصبعك بعد ما قاطع الاصبع الصغير هذا حطه على الرشمه دق ريبس يرجع ورا. لو عند فحول فحل عند فحول اصبعك الصغير تحطه بالرشمه يرجع ورا. ان لم يحصل عندك خطا في الجود وضع، هذا اللي انا اسويه يعني في وضعي، لكن في وضعك قد يكون سبب عدم الدقه، صعب انك تطلب النتيجه هذه. تكون هدف مستقبلي، خلينا نقول لك كثر اللفات، من يوم تلخبطك لفه محلها، من يوم تلخبطك لفه محلها، لان هي متوقعه ضرب، متوقعه جلد، متوقعه معافره على ما قالوا. سوي العكس، فاجئها بفعل الشيء اللي ما تتوقعه. مع الوقت لما تتحسن. كذلك بعض الفراسه وبعض المهار قد يكون فيها مشكله ظهرها او قطعتها او ما نتكلم عن مهره في مهره جوت، لكن بالنسبه للخيل المركوبه لو سويت الحركه دي هو مركوبه ممكن يكون في مشكله في السرج او في حزام السرج او في ظهر الحصان، فمع تضايق يقمص الحصان يحاول يرفس. هذه نقطه استثنائيه، بس انت وضعك تتكلم عن الجود فالموضوع ما اتوقع له علاقه في النقطه هذه. الكنة اللي أقصدها أنا غير الكنة اللي قد يكون البعض يسمعها منك ثم يفسر تفسير ثم مع الوقت يصير عنده فهم معين لها. الكنة اللي أقصدها أنا هي ليست حرنة اللي هي لا أنا متحرك، نفس الوقت الحصان ما يعطيك ما تريد، يعني أبغى هذا بهذا سريع يعطيني هذا بطيء، أبغى هذا بهذا متوسط يعطيني هذا يعطيني خبب سريع، خلينا نقول أبغى خب يعطيني خبب بطيء، أبغى مثلا مسار طبيعي ياخذ مسار مرة هذي فيعطيني ما أريد لكن أقل بشكل واضح. الحرنة هي لا امش خبب لا بمشي مسار، امش هذب لا بمشي خبب، افتح لا بمشي هذب. الكنة هل لها علاقة بسبب سوء الجود؟ اي خطأ ومن ضمنها الكنة لها علاقة بالجود. يستحيل تلقى حصان موزون وزن حقيقي في الجود عنده مشكلة حقيقية في الركوب، ممكن تفاوت الدرجة وارد، اما مشكلة حقيقية في الركوب و100% في الجود يستحيل. اللي يصير لو حصل الشيء هذا معناتها ان الشخص يعتقد ان الحصان ماشي زين معه في الجود، الحصان مسلك له. لكن لو حط الحصان في اختبار قوي جدا في الجود، الحصان طلع الاخطاء اللي بيطلعها في الركوب في الجود. فنعم الجود لا شك فيه له دور، لكن ما تحل مشكله الكنه عن طريق الجود. نضبط الجود ككل، ثم تضبط الحصان في المسار ككل، ثم تضبط الحصان في الخاب ككل، بتلاحظ انه في الهذب قل الكنه. لكن هل الجود له دور؟ لا شك فيها. الترفيع او التزييد احنا نسميه التشنيع، كان هذا التشنيع
باختصار هو حركة طبيعية، الخيل بطبيعتها تسويها لما تتضارب الأمهار، لما تلعب، لما كناحية عنفوان، الخيل تسوي حركة التشنيع اللي هو وقوف على القائمتين الخلفيتين أو الرجلين الخلفية، فهي حركة طبيعية. بما أن حركة طبيعية، طبيعي الحصان يجرب يسويها عليك لما تركبها أثناء العزف والتدريب إلى آخره، طبيعي الحصان يحاول يجرب الحركة هذيك. إذا جرب هذه الحركة وتعاملت مع تعامل خاطئ، أصبحت حركة سلبية يستغلها الحصان كطبع سيء عليك. عشان كذا 90% من الخيل يتشنع عيب، خطأ، شيء مذموم، لأن الحصان بيشنع عشان يطيدك عن ظهره، بيشنع عشان يتخلص من التحكم، بيشنع عشان يروح الأفراس، فناحية شكلية حلوة لكن طبع سيء. عشان كذا الناس تكرهها. بالنسبة للتشنيع، أنا دربت الحصان على التشنيع بنقطة أخرى. لما يجيك حصان موزون، مركوب ركوب صحيح، شغله زين، مثلا زي مدرسة إسبانية وفرنسية وغيرها، حصان ماشي بالإصبع ودرب تدريب صحيح على التشنيع، نقطة أخرى. هنا حركة سلك استعراض، ودرب تدريب صحيح. بالنسبة لي درب الحصان خطأ على التشنيع، وكان أنا مدرب حصان على التشنيع، أنا أبغى يشنع صحيح، لكن درب تدريب خاطئ، يعني يجي عند حصان في طبع تشنيع وحاول يقضي على طبع التشنيع ولم يستطع، فاستغل طبع التشنيع وصور مقطع. هو من حقه يرى ان الشيء ذا جيد او يرى ان الشيء ذا جميل، لكن اي شخص يفهم بالخيل وحصان مشنع فيه غصب، ما الدليل؟ وقف التشنيع، جيب عند الفرس، او انت اللي مخلي حصان يشنع صح، طيب ودي الحصان عند الفحل ذاك وخليه يشم بدون ما يشنع، انت تقول التشنيع منك، اذا لو شم الفحل ما راح يشنع، وين التحكم فيه؟ قلت له حصان يشنع وطيح الخيل. فاذا كان التشنيع بحدود التحكم فهو ميزه او على الاقل ليس عيب، اذا كان التشنيع خارج عن التحكم واستغل الحصان عليك هو عيب وليس ميزه. اغلب الناس يهتم بالتشنيع كناحيه شكليه، ما يهم التحكم مع عدم انه صوب راعي ركوب يتفرج، فنعم منظر حلو حصان مشنع، لكن مو فاهم بالفعل ايش مع التشنيع، او يعني ما هي عيوب التشنيع. كذلك اتباع الاخرى مو فقط التشنيع على فكره. ممكن يكون ما ادري ايش تقصد بالبنجره، لكن اذا كنت تقصد الغرفه او البلايكه او العربه اللي الحصان يسقل فيها، قد يكون طاقة، بعض الخيل عندها طاقة ولما تسقل مرة مرتين يصير عندها كنوع من أنواع تفريغ الطاقة تحارش اللي حولها، زي الحصان لما يعض الحديد، موضوع شفط الهواء، الخيل تحارش الكورة تلعب مع الكورة، الخيل يطاق مع الرودس، لو تحط رودس كبير تلقى الحصان يطاق مع الرودس، تحط اللعبة يعض اللعبة، الحصان في طاقة وعادة يطلعها مع الأمهار يطلعها مع الخيل، فلما يكون بالحالة وضرب الجدار مرة مرتين ولاحظ أن الجدار قوي بس ما جاء شيء يبدأ يقاوم ويلعب كنوع من كناحية من اللعب. يعني كناحية خلينا نقول مرتبطة في اللعب كتفريغ طاقة، صام في طاقة ومكان مغلق ومسكر فيكسر الدنيا، وقد يكون قد سواها ولما سواها كسر الباب أو كسر الجدار فيسويه عشان يفك المحل، يعني ضرب حديد وحديد طاح أو ضرب باب وباب طاح فطبع على الضرب عشان يطلع، يتوقع أنه ضرب الشيء كم مرة طلع. إذا كنت في ترفيع التشنيع هل خطأ أكثر من متعته؟ حسب الشخص، لما الشخص يتفرج على مقاطع ما قد قاود حصان بحياته، لو توريه أسوأ شيء في الخيل وأسوأ طباع الخيل يقول يا الله واو شيء حلو جميل، اشتري ما قد قاود حصان بحياته وما قد ركب ما قد قاود، فمن حقه يعجب باللي يبغاه، لكن أنت كشخص تركب نعم تقول والله خطر أكثر من متعته، نعم صورت لي مقطع 10 ثواني بس بعد شوي الحصان شنع وراح الأفراس، شنع وطيحني، شنع وما طلع من الاسطبل، فعيوبه أكثر من ميزاته، لكن بالنسبة للمتلقي المتفرج هو بيشوف مقطع 10 ثواني وبعد شهر يشوف مقطع 20 ثانية ولا قد قاود حصان بحياته، فالوضع بالنسبة لي يختلف. أنا أشبهها بمثل، تخيل شخص يفحط بسيارة وفنان عنده بسبب عن خطأ اللي يسويه، يبقى أنه يقول أنا عندي فن حلو بس لما أجي أصلح ماكينة سيارة ما تفيدني، أنت تخرب مكاين السيارات ما تضبطها، أروح أسأل الشخص اللي في الوكالة ضبط الماكينة. فلما تجي عند شخص الحصان في طبع تشنيع بسببه ولم يستطع القضاء على طبع التشنيع فادعى انها ميزه وجمال استمر، لكن كيف تفيدني في القضاء على طبع انت سببه؟ نعم ممكن، هل الحصان ممكن يطيح يشنع والخيال سحب النار؟ لا شك نعم، هذه من اخطر الاشياء اللي تصير اذا شنع الحصان. العرب كانوا يقولون في الماضي او حتى يعني العرب وغيرهم في الحرب، من أسوأ حركات تعليق الحصان يعني تعلم الحصان عليها حصان الحرب، مثل ما تعلم عليها زينوفون كان يتكلم عنها، زينوفون قبل عيسى عليه السلام ب 400 سنه، ضابط اغريقي على وقت الاسكندر المقدوني الاعظم اللي ملك العالم، عنده كتاب يقول لك من اقبح الاشياء اللي تعلمها حصان الحرب حركه التشنيع، انك تدرب عليها، واي حصان مدرب عليها ما يدخل في المعركه، يكون فقط للقائد كناحيه استعراضيه فقط. ليش؟ لان لما يشنع
الحصان، غير الكلام هذا زي ما قلت في مقطع فيديو كنت تكلمت فيه قبل، لما رجعت الكتاب طلع مكتوب فيه. طبعا هو منطقي، ما دخل الخيل، اي واحد يشغل مخه يلاحظه. لما الحصان يشنع ويوقف على قوائم الخلفيه يكشف اماكن الحساسه كامله، يعني اصفاقه، خصاه، بطنه، صدره، كلها مكشوفه. وانت تتكلم عن سيوف ورماح في الوقت ذاك، زي مثلا سيف الزبير رضي الله عنه وغيره، من قوته يقص الحصى مرات، او مثلا يقص رقبه الحصان اذا كان مره حاد. فلما الحصان يكشف لك بطنه كامل، والرماح كانت تصل لكليرموك، في معركه كليرموك كانت الرماح حقت الخياله تصل لخمسه امتار، يعني الشخص يطق من خمسه متر. فلو شنع حصانك والشخص معه رمح، باقل من ثانيتين بيطيح حصان عليك. فيقول ان حصان يشنع، اولا كشف جميع اجزاء الحساسه، ضربه سيف او طقه رمح تقتل الحصان. ثانيا يسهل اسقاط الحصان على الخيال بسهوله، تدفع حصان برمح او سيف يطيح على الخيال. ثالثا يسهل اسقاط الخيال نفسه. رابعا يصير الخيال لما يبغى يفز الحصان او يطلب من الحصان حركه معينه، اقتحام، هروب الى اخره، الحصان ممكن يتلخبط ويتوقع ان المطلوب انه يشنع، فيقوم يشنع ويتوهق الخيال، او يعني يقع في مشكله. كانك مثلا تبغى تهجم يقوم الحصان يشنع، او تبغى تهرب يقوم الحصان يشنع، فهذا صار شيء سلبي استغل العدو عليك. فحتى في الحرب في الماضي كان من اقبح العيوب ان الحصان يشنع، عكس مثلا تشوفه في الافلام الحين يجيبوا حصان يشنع. طبعا ممكن يشنع وكان حيلة شعوريه يدافع عن نفسه الطمر في الهواء، بس انك تدرب الحصان على التشنيع ثم يجي في معركه ويستغل التشنيع عليك، راحت عليك. فوائد الصدريه، الصدريه او الصداره، ما كان احنا نسميها صداره بس ما ادري هي تقصدها ولا اللي تخلي الحصان يقوس، يعني زي الادوات الاخرى. انا دائما اقول كلام معين، لا تمدح ولا تلوم الادوات او الخيال، امدح ولوم، عفوا لا تمدح ولا تلوم الادوات او الحصان، امدح ولوم الخيال. يعني انا وانت ركبنا نفس الحصان بنفس الادوات بنفس الوضع، معي الحصان سيء وخرب، جيت انت ركبت نفس الحصان نفس الادوات نفس الوضع، مع الوقت زان معك. طيب الحصان واحد والادوات واحده، اللي تغير فقط الخيال، معك كان سيء ومعك كان جيد، مما يعني انك انت الجيد وانا السيء، البلا فينا او الميزه فينا. فامدح او لوم الخيال ولا تلوم او تمدح الادوات. نفس الشيء ينطبق على الصداره، انت تتكلم عن طرق من احسن طرق العالم تستعمل الصداره استعمال صحيح، ويجيك شخص يركب ركوب خاطئ استعمل الصداره استعمال خاطئ. طب ما الفرق بينهما؟ ببساطه صام متحكم في قمة التحكم، وضعك مضبوط بي أو بدون صدارة وضعك زين، لكن تبغى الصدارة كمساعدة، تصرف إيجابي في وضعك في طريقتك، تستعمل الصدارة إن الحصان منطلق وتبغاه يقوس غصب عن طريق الصدارة خطأ، ولن يفلح. مع الوقت الحصان بيحوزك وحس الصدارة. بالنسبة للنقطة الأولى اللي هي استعمال الصدارة الصحيح، لو استطعت الحصول على ما تريد بدون استعمال الصدارة أفضل، لكن لا يشترط. بس هو قصة القادسية والأفيال ببساطة.